أعزائنا المشاهدين، يلا بينا نشوف مع بعض عملية التقليم الصيفي بتتم إزاي وبأسلوب علمي. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير يا صلاح. صباح الخير يا شيخ. إيه، عايزين نعرف منك عملية التقليم الصيفي بتتم إزاي؟ عملية التقليم الصيفي أنا باجي بشيل الورقتين اللي هم بيبقوا قبل العنقود، وفي عندي مجاوز بتطلع. الورقتين دول اللي هم طالعين من نفس الفرع. من نفس الفرع بس بيبقوا قبل العنقود. قبل العنقود دول بنشيلهم. بنشيلهم. تمام. وبنشيل المجاوز الفاضية اللي هي ما فيهاش عنب عشان إيه؟ أعمل عملية تهوية للعنقود. يعني إيه المجاوز؟ في عين بتبقى مطلعة ايه طرحين مجبوس. فرعين. فرعين مجبوس. بشيل انا الطراح الفاضي اللي ما فيهوش عنب عشان اوسع الطراح. يعني اذا الفرع اللي ما فيهوش عنقود بشيله. بتشيله وبتسيب الفرع اللي هو فيه عنقود ايه شغال. بشيل الورقتين اللي هم قبل العنقود دول، بعمل عملية تهوية للعنقود، وبعدين الورقتين دول اللي قبل العنقود بيبقى بيجيبوا عنكبوت بالنسبة للعنقود، وبياض زغبي برضه بيبقى ماكل العنقود. يعني احنا اذا عمليه تقليم الصيف ديت بتهوي العنقود، بتعرضه للشمس، بتعرضه للشمس والضوء والهواء، وفي نفس الوقت بتحميه من تكون الحشرات زي العنكبوت والعناكب. وبالنسبه للامراض الفطريه بالنسبه للبياض الزغبي فهي بهوي حوالين العنقود وبشيل المجاوز الفاضيه دي. تمام. وفي نفس الوقت بندي فرصه برضه في عمليه الرش. عمليه الرش بحيث اللي بيرش يبقى العنقود ظاهر قدامه كده، يبقى جايه وبترميسه كله على بالظبط، لان في رش الاستطاله كمان. دول بيبقوا متارين على العنقود العنب اللي هو معايا فوق على السياره. تمام. زي ما احنا شايفين كده عمليه التقليم الصيفي بتتم، ودي الطريقه السليمه والصحيحه لعمليه التقليم الصيفي. لسه متابعين معاكم.